سعي دؤوب على مدار 5 أيام متواصلة تمكنت خلالها مؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية على فترتين صباحية ومسائية من توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المتعففة والمحتاجة في محافظة عدن. المساعدات النقدية الرمضانية تأتي بهدف تخفيف معاناة الأسر النازحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتأمين ما تبقى من احتياجات الشهر الفضيل ومستلزمات العيد. نشكر مؤسسة الصالح على دعمها السخي للنازحين ومساعداتهم تخفيف بعض المعاناة عن النازحين، ونشكر الأخوة القائمين على المؤسسة، ونشكر الأفندي محمد علي السفير وجزاهم الله خير وجعلوا في ميزان حسناتهم. نشكر عن أبناء الفارسي كامل جمعية الصالح الذي قاموا اليوم بتوزيع مساعدات خيرية لسكان اللي هم أقل أشد فقرا في المنطقة، وهذا يدل على شيء، يدل على حسن نية هذه المؤسسة الخيرية التي تدعم الناس في كل الظروف. نشكر مؤسسة الصالح على هذه اللفتة الكريمة الرمضانية، ونشكرهم على دعمهم السخي في مخيم كبقم مديرية البريقة، ونسألهم إن شاء الله أن يعاونونا في مساهمات أخرى. اللجان المعنية بتوزيع المساعدات النقدية الرمضانية استكملت توزيع المساعدات على الفئات المستهدفة في مخيمات النزوح بمنطقة صلاح الدين بمديرية البريقة في محافظة عدن، لتمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في رمضان وزرع البسمة والأمل في قلوب الأسر النازحة المثقلة بمرارة العيش وسوء الظروف المعيشية التي خلفتها الحرب. اليوم نختتم فعاليات صرف المكرمة مؤسسة الصالح في مديرية البريقة، ونشكر المؤسسة على تواصلها معنا من أجل توصيل المكرمة للمستفيدين بشكل واضح ويدا بيد. نشكر مؤسسة الصالح على المساعدة النقدية التي قدمتهم في هذا المخيم، ونشكر من ساهم ومن قام بهذا العمل، وشكرا لكم جزيلا. نشكر مؤسسة الصالح الخيرية على توزيعها لهذه المساعدات الخيرية، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هناك جهود ولمساعدة المحتاجين في خلال شهر رمضان، وأن يكفف دعمهم للكثير من الأسر المحتاجة والفقيرة والمعدمة الذي لا يلاقون قوت يومهم إن شاء الله. نشكر مؤسسة الصالح على مساعدتها للفقراء والمساكين والضباحة، ونشكرهم يعني بتوزيع المبالغ المالية، ولهم ألف يعني شكر. تواصل مؤسسة الصالح كل عام تلمس احتياجات الأسر الأكثر ضعفاً على مستوى المحافظات لتعينهم على الأوضاع المعيشية الصعبة وحياة النزوح وقلة ذات اليد، وتنفيذاً لأهداف المؤسسة في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً دون تمييز أو تفريق.